هتضيف امكانيه كبيره جدا للقوات المسلحه المصريه. عايزين نتكلم على حاجتين، أيوة. ال- 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 الميزه العسكريه والميزه مبدئيا السياسية. النوع ده مش عندنا اصلا. لا احنا كان عندنا نوع قديم، لكن النوع ده الاحدث. تمام. الميزه اولا هتقوي قواتنا الدفاعيه، وحقيقي يتحسب للرئيس السيسي الفتره اللي فاتت من ساعه ما جاء انه قوى قواتنا العسكريه، لان احنا الاربع جهات الاستراتيجيه النهارده مهددين في مصر. حاجه تانيه انك انت عندك النهارده لاول مره اهداف اقتصاديه عايزه تامنيها. صحيح. عندك ابار الغاز والبترول. أيوة. وعندك النهارده قناه السويس اللي أيوة. بتجيب تلت الدخل القومي من العمله الصعبه. أيوة. النهارده وابسط مثال عشان ما حدش يقول ان احنا بنتكلم اي كلام، لبنان عندها في الارض المياه بتاعتها البلوك رقم 9، اسرائيل واخده الغاز بتاعه وبتستخدمه وبتصدره، ولبنان مش قادره تعمل حاجه اللي ما عندهاش قوه عسكريه تحميه وعايزه تستورد غاز من بره. اذا لازم يكون عندك قوه عسكريه تحمي حدودك، امن القومي ضد الارهاب، ونقول الاستثمارات بتاعتك اللي موجوده في البحر الابيض وعلى يعني قناه السويس. حاجة بقى التانية ان احنا طبعا مبسوطين بيها النهاردة، ان احنا دلوقتي من اول رئيس سيسي جاء بينوع مصادر السلاح. نعم. النهاردة ده ادي سلاح امريكي، قبل كده خدنا الرافال والمسترال من فرنسا، خدنا من المانيا 4 غواصات، خدنا من روسيا طيارة الاف الميج 29، ايطاليا الفرقاطات، الصين، يعني النهاردة بقى عندك من كل حتة في العالم وبتاعي. يعني دي احسن طيارة اللي هي الشينوك اللي هي الهليكوبتر في العالم، انت جبتيها النهاردة، فانت بتنقي الحاجة اللي انت عايزها. دي الناحية العسكرية. السياسية نعم. بقى أيوة. الصفقة تعني لمصر، انا بعتقد انها لها معنى كبير جدا. اولا دي تاني صفقة من اول جو بايدن مجاه، الصفقة اللي قبلها كانت في يناير وجبنا أيوة. الطيارات السوبر هركليز اللي هي 130 نقل البعيد المدى، واحنا كنا محتاجينها الفترة اللي جاية بطريقة دون الدخول في تفاصيل ليه. نعم. انما مهمة جدا نقل قوات مساحة اكبر، مسافات اكبر، اعادة امداد بالوقود. حاجة تانية ده يقول لنا ايه؟ ان حكومة جو بايدن بتثق في مصر، والكلام اللي كان بيتقال زمان وان بيقولوا مصر لا امريكا النهاردة بعد معركة غزة الرابعة عرفت تقول ان مصر هي ميزان المنطقة. نعم. استقرار في مصر يعني استقرار المنطقة، وعشان نعم. كده النهاردة وزارة الخارجية بتقول ان هذه الصفقة تحقق لامريكا استمرار الامن القومي في منطقة الشرق الاوسط. فده والتوقيت هنا بيفرق فندم. طبعا لان نعم. فانا بعتقد ان دي اكبر من اكبر الميزات اللي احنا خدناها بهذه الصفقه، وهو اعتراف ان امريكا ان مصر هي الدوله القويه المسيطره، هي مفتاح الامان في الشرق الاوسط، فلازم تدعمها عسكريا عشان يظل الشرق الاوسط مستقر.